in the lobule. In between them, the sinusoid, which are connect, or which connect the portal triad, هذا الثلاثي اللي أشرنا له بالسهم اللون البرتقالي إلى central vein. مرات تقرون في بعض الأماكن في المقالات في المحاضرات يقول لك الباثولوجي بالليفر بالزون 1 زون 2 زون 3 هاي أمامكم هي اللي يقصد بيها زون 1 يعني معناها المنطقة حوالين البورتال ترايد زون 3 the area surrounding the central vein and zone 2 in between فبعض الباثولوجي or some pathological changes occur in this zone and some for other disease occur in the other zone. هذا فد ريفيو سريع على الهيستولوجي. نبدأ بأول أمراض عندنا لأن احنا pathology cirrhosis. Cirrhosis تعني باللغة العربية تشمع الكبد. إذا تلاحظون ما ذكرنا liver cirrhosis. ليش؟ لأنه لا يوجد cirrhosis في other organ. قد تقرأ في الصف الرابع أو في الخامس أو السادس في مادة الباطنية cardiac cirrhosis. Cardiac cirrhosis mean liver cirrhosis secondary to cardiac disease. بعض أمراض القلب تؤدي إلى تشمع الكبد فيطلق عليها في قسم الباطنية cardiac cirrhosis. The cirrhosis not in the heart but it is in the liver due to a disease in the heart. إذا من نذكر cirrhosis ما حاجة نذكر الأورغان لأنه cirrhosis disease specific pathognomonic for liver only. هاي خلوها في بالكم دائما. It is an irreversible end stage of a chronic liver disease. كثير من الأمراض تؤدي إلى هذا المرض اللي هو غير عكسي من وصل المريض إلى هذه المرحلة بعد ما يرجع الليفر normal. Which leads to parenchymal injury and fibrosis. Defined by three characteristics, هناك ثلاث صفات تعرف السيروسيس. A bridging fibrous septa, نحن شعب الصور. أدني fibrous septa, فواصل ليفية أو جسور. وparenchymal nodules, يتحول الشكل والarchitecture في الليفر إلى nodules, يصبح مفصص عبارة عن كتل. And بالتأكيد diffuse disruption of architecture. الأورغان أول ما أفحصه في تحت المجهر يعني بالميكروسكوبيكال الأورغان إن كان ليفر، سبلين، لانج، برين هو تعرفون 3 dimensional shape. أول شيء أبحث عنه الأركيتكتشر هل still preserved or disrupted؟ هل بقى الأركيتكتشر والليفر اللي قبل شوية وشعنانه بالهيستولوجي هذا الشكل السداسي أو الثماني بقى موجود أقدر ألاقي السنترال فين ألاقي البورتال ترايد ولا نتيجة هذا المرض أصبح عندي شكل آخر هاي نقطة جدا مهمة بتفريق بين الأمراض في الأعضاء gross appearance grossly أول ما يجيني الليفر للمختبر براون هو لونه براون اوريدي ولكن زاد اللون الى اكثر شرنكن نن فاتي اند جرانولر تشع السطح ماله محبب الحبيبات هذه اللي موجوده على السطح هي نفس اللي بداخله ككل يعني فتقسم الى نوعين اذا كانت صغيره الحجم اصغر من 3 مايكرو مليمتر ان دايمتر أسميها micro nodular cirrhosis وإذا كانت أكبر أسميها macro السبب بالتفريق هو بعض الأمراض تؤدي إلى المايكرو وبعض الأمراض تؤدي إلى الماكرو فيخليني أفرق بين الأسباب هاي الصورة أمامكم على اليمين وعلى اليسار يعني أعتقد يمكن واضحة إذا أكو أحد يفتح المايك ويقول لنا على اليمين أشنو ولا على اليسار أشنو أيه ماكرو أيه مايكرو دكتور العالية صغ مايكرو على اليمين ماكرو
على اليمين ماكرو، خلي أشر سهم أو انتقل لهاي ماكرو ولا مايكرو؟ نعم، أسأل عليها سهم أشنو؟ ماكرو. ماكرو، انتقلت على اليمين لو على اليسار؟ دكتور أنا قلت على اليسار مايكرو، على اليمين ماكرو. أسهل عليها السهم، على اليمين تعتبر لو على اليسار؟ على اليمين بالنسبة للرأي. يعني هسه من أنت تقرب المحاضرة أو بأي مكان يقول لك the picture on the right، يقصد بها هاي بالسهم ولا الأخ؟ عليها السهم. اي عافية عليك، لانه بعض الطلاب من يقرا المحاضرات يخربط بين اليمين واليسار، يحسب اليمين من اتجاه انه هو خلى هو باتجاه المحاضر، لا هي بالضبط مثل ما انتقلت، كيف انت تشاهدها امامك يعني facing to you، فهسه على اليمين اللي بها هي السهم هي الماكرو نوديول، وعلى اليسار هي المايكرو نوديول، فهذه بها اسباب وهذه بها اسباب. نعم، لو اخذنا بايوبسي من اي واحده من الاثنتين راح يظهر لك هذا اللي هو وين الاركتكتشر مال الليفر، ماكو اي اركتكتشر، كله تغير. اللي اشاهده هو شيئين، هذه السبتا اصبحت قلنا الجسور الرابطه فايبر السبتا، وهذه اللي بلون ازرق طبعا امامكم واضحه لان سبيشالست يمكن استخدمت في الهيستوباثولوجي، وهذه الاخرى خلينا نقول نفس اللون، هاي السهم الأحمر هو النوديولز والسهم الأزرق هو الفايبرس سيبتا، هذا هو أصبح الليفر. لا عندي شكل ثماني ولا عندي سنترال فين ولا عندي بورتال ترايد ولا عندي ساينوسايد ولا عندي هيباتوسايد، أصبح عبارة عن فصوص حمراء نوديولز نون فانكشنينج، هذا أسميه ليفر سيروسيس. طيب ما هي أسباب هذا السيروسيس؟ etiology or causes. Number one of course excessive alcohol consumption. Number two viral hepatitis. Number three, biliary diseases. Primary hemochromatosis. طبعا كل هذه الأسماء تقريبا راح نتناولها بالمحاضرة اليوم وبالمحاضرة القادمة يعني. Wilson disease. Alpha 1 antitrypsin deficiency. كل هذا راح نتناوله. Cryptogenic اللي هو المخفي، يعني شلون تقول idiopathic. ماكو سبب يعني، مرات ما تلقي سبب، أنت تفحص المريض تعمل له فحوصات ما تلقي كل هذه الأسباب المذكورة، فيبقى أنه هو cryptogenic causes could be due to other viral, bacterial or other mechanism. نجي لموضوع جديد هو الهيباتيتس. حقيقة هناك فكرة خاطئة عند ليس فقط الكثير من الطلاب ولكن للأسف عند الكثير حتى من الأطباء الخريجين، عندما تقول هيباتيتس وكأنه أنت ستريت فورورد فور فيرال هيباتيتس، يعتقد إن كان على علم أو على غير علم يعتقد أنه الهيباتيتس هي فقط فيرال. من يتكلم معك يعني هسه إذا تسأل طالب أو حتى مرة خريج قل له اشرح لي أو ديسكس هيباتيتس، تغشى ستريت فورورد هيباتيتس A B C D وانتهى الموضوع. لا، هيباتيتس بها أسباب. Number one infectious، حتى ما قلنا viral لأنه ليست فقط الفيروسات هي التي تسبب التهاب الكبد، وإنما الفيروسات البكتيريا، هناك ديدان، هناك باراسايت، كل أنواع المايكرو أورجانيزم تسبب الهيباتيتس. صحيح أنه الموست كومن هو الفيرال، ولكن إحنا ما يصير نظلم باقي الأسباب اللي يمكن هي ربع إلى ثلث أسباب الهيباتيتس. إميون immune causes، اكو بعض الاشخاص لديهم autoimmune hepatitis. A drug or chemical toxin induced
هيباتايتس، بعض الأدوية تؤدي إلى هيباتايتس، و of course الكحول misuse lead to hepatitis. فنبدأ بالإنفكشوس اللي راح نأخذه ونركز عليه هو الهيباتايتس كفيرال لأنه هو قلنا الكومون. فكم نوع عندي فيرال هيباتايتس؟ كم نوع من الفيروسات؟ إذا أحد يفتح المايك ويجاوب. دكتور 5 لو 4 هي اي وبي وسي ودي واي. نعم اكو غير جواب؟ ستة. يعني هاي عندي رايه لو تخمين انه راح يزيد العدد بس هاكذا لا قاريها قبل اي وبي وسي ودي واي واف. اي عافية عليك بس هي زادت بعد وصلت 8 اي بي دي اي اف جي اند اتش. بس حقيقة الغيرة بعد ما اكو عليهم يعني فحوصات خلينا نقول متوفرة، ما اكو حكي كثير عليهم، ولكن هم موجودين منذ سنوات، يعني ما سنة وسنتين، منذ سنوات مشخصين واكو ابحاث عليهم خصوصا في امريكا يشتغلون عليهم كثير. نعم فخلينا نبقى بالخمس انواع المعروفه عالميا. هيباتيتس A single stranded RNA picovirus، اذا هو RNA virus causing benign self limited disease. هو مسؤول عن outbreak في فترات، واعتقد يمكن معظمكم يتذكرون بال 2017 بعد تحرير المدينه بسبب كان المياه ما اكو نظيفه، لان هو له علاقه بالفيكو اورال روت، فصار epidemic في مدينة الموصل. كثير يمكن ما قاموا يزورون أقربائهم أو ما يروحون يجون عندهم لأنه من يصير عنده بصفاء راح ينعدي، وحقيقة هو السيف المتد، ولكن واحد من 100,000 ممكن يتحول إلى fulminant hepatitis. هو صح very rare بس حصلت، يعني إحنا بمدينة الموصل أنا أتذكر في تلك السنة يمكن أنا اللي أعرفهم اثنين ماتوا، فاثنين ما قليل يعني. With an incubation period 2 to 6 weeks. أسبوعين إلى 6 أسابيع. Outcome may be severe if superimposed on chronic hepatitis. إذا الشخص هو already عنده hepatitis chronic وجانه الـ A فوقه يعني راح يصير مشكلة. مثل ما قلنا rarely cause fulminant hepatitis يعني advanced stage associated with hepatic encephalopathy, coma and death طبعا. يصير renal shutdown. أورغان كله شد داون يصير بيها respiratory failure، ولكن هو بالنسبة الكبيرة جدا أكثر من 99.99 هو self limited فقط supportive good feeding. أعتقد يمكن تعرفون التوصيات اللي تصير في وقت الإصابة ب hepatitis A. Occurs worldwide and is endemic in places with substandard hygiene, spread by contaminated مثل ما قلنا water and food. يعني كان أي واحد يأكل بالمطعم ذاك الوقت، طبعا هي انتشرت من ذاك الوقت والحمد لله من الشغلات الإيجابية اللي استفادينا بها لهذا المرض. يعني خلي أذكر لكم أبسط مثال ال disposable، يعني هسه نص المطاعم تقريبا يجيب لك الشاي بالديسبوزابل كوبس، حتى الشيخانة إذا تلاحظون تقريبا نصف ما أكثر وموجود عنده، إذا هو موجود عنده من ديسبوزابل، ولكن إذا أنت تطلب كزبون يقول لك إيه عندي ويمطيك. فمن ذاك الوقت هذه من الحسنات الجيدة أنه من ذاك الوقت انتشرت الديسبوزابل، لأنه أصبح كل الزبائن ذاك الوقت يرفضون أنه يستخدم الشيرينج glasses or cups. نعم طبعا هاي صورة الأكيوت فيرال هيباتايتس، يعني اللي نشاهده مؤشر بسهم هي هاي apoptotic cell diffuse inflammatory cell. خلينا نأشر لكم بسهم هذا اللون برتقالي، خلي سهم اخر
شوية دقيق صغير نأشر بنا على خلية واحدة. نكبر الصورة. هذه مجموعة الخلايا المؤشرة بالسهم اللون أورنج أو البرتقالي، هذه هي الانفلاماتوري سيلز دارك بلو نيوكليس. طبعا مصدر هذه الليمفوسايت احتاج انه اكبرها بعد، هاي لين لو باور احتاج هاي باور حتى اتاكد من انواع الخلايا. هذه هي الجروب اوف انفلاماتوري سيلز، شوف انفلتريتد اول اوفر ذا هيباتوسايت. الخليه الواحده اللي كبرتها اللي خليت عليها السهم اللون الاصفر هذه هي الهيباتوسايت، شوف منتشره على طول الليفر ساينوسويد. هذا كله شيتس مثل السكه خلينا نقول مال القطار، هذه كلها هيباتوسايت، هاي الخلايا الاوريجينال. اذا لا زال هناك طبعا ذاك السنترال فين، فلا زال هناك اركيتكتشر اكو ساينوسويد بط انفلتريتد ان بتوين باي ذيس دارك بلو نيوكليوس انفلاماتوري. فهذا اللي اشاهده يعني نان سبيسيفيك بيكتشر، فقط انفلاماتوري سيل تؤكد. طبعا عاده ما تجرى يعني ما حد يعمل ليفر بايوبسي المريض عنده اكيوت فايرال هيباتايتس الا في حالات نادره كان التشخيص صعب، السيرولوجي ما ساعدك بالبلاد، المريض لا زال يعاني ما تصل التشخيص، او طبعا بالتاكيد في حالات انه المريض لو حصل له فالمنت هيباتايتس اند دايد مات فنعمل له اوتوبسي لتثبيت التشخيص. ايضا ما بحاله انه هو اوريدي كان داخل المستشفى، يعني اذا هو كان داخل المستشفى عندك انت الطبيب وهو هيباتيتس اي ودخل مرحله الفالمنت هيباتايتس وصار هيباتيك انكيفالوباثي، انت ما راح تبعث له الطب العادي، خلاص انت مشخصه حتى لو هي من الرير كومبليكيشن بس هي متوقعه الحدوث في الطب. ولكن تخيل لو كان هذا في داخل البيت يتعالج كسيلف ليميتد، ما زار اي طبيب، يجوز زار معشب وقال له خذ لك عسل وخذ لك شكر، او بعض الاشخاص ممكن يعزم عزامات في اماكن مثلا يستخدمون الدبوس في العين في الاذن، اكو هاك الطرق يعني في علاج الهيباتايتس اي. فتخيل هذا ما زار اي وحده طبيه، ما مسجل اسمه انه داخل في مستشفى او مجري فحص في مختبر خارجي، ووصل مرحلة فالمنت هيباتايتس وهو بعده بالبيت and died. هذا طبعا وخلينا نقول هو young age مثلا عشرينات ثلاثينات، طبعا هذا مستحيل الطوارئ تستقبله وهو ميت، مباشرة راح تحوله إلى الطب العدلي، والطب العدلي بالتأكيد راح يطلب إجراء تشريح للجثة لمعرفة السبب، تأخذ عينة من الهارت من الليفر من البرين من اللانج، فبالليفر راح تظهر هاي الصورة مع الهيستوري اللي قالوا له العائله انه كان عنده ابو صفار ابو صفار، فهذا اكيوت فايرال هيباتايتس انت لقيت سبب الوفاه. سبيسيفيك انتي هيباتايتس اي فايرال اي جي ام، احنا حقيقه ما نركز المفروض بالاي جي ام والاي جي جي لان كون هذا موضوع خاص بالفيرولوجي في المايكروبيولوجي تاخذه ات ذا اونست اوف سيمتوم، لانه هناك بانل من السيرولوجيكال تيست اللي هي تساعد كثير بالتشخيص. هذه انا انصحكم انه تحفظوها وخصوصا مثل البي والسي لانه مهمه جدا بتعاملكم مستقبلا مع المرضى بعد التخرج او ان شاء الله بعد ما يصير عندكم عياده وتكملون الاختصاص. عندك اي جي وعندك اي جي ام، عندك هيباتيتس سيرفيس انتيجين وعندك كور وعندك انفلوب، لازم تعرف اذا كان هذا بوزيتيف الانتيجين ونيجاتيف الانتيبادي ايش تعني، ممكن هذا يعني لك كارير ستيت، ممكن يعني لك اكيوت انفكشن، ممكن يعني لك فاكسينيشن انه هذا المريض كان عنده فاكسينيشن او بوست انفكشن. فحقيقه هناك نسمينه فايرال بروفايل، يعني يطلع لك الانتيبادي والانتيجين الخاص بالمريض اللي عن طريقه تقدر تشخص المريض مالك باي حاله، فهذه لازم تعرفها انت كطبيب. طبعا الاي جي جي persist for years providing protective immunity against reinfection by all strain of hepatitis A virus.
نجي للنوع الثاني اللي هو أخطر طبعا، هيباتيتس بي فيروس، اللي أتمنى أنه أنتم كن لقحتم أو بديتم تلقحون. البروتوكول الحالي هو 016، كان سابقا 5 دوزز، حاليا 3 دوزز. كان سابقا 016 15، يعني 0 جرعة اليوم اللي راح تلقحها، 1 هو بعد شهر واحد، 6 بعد 6 أشهر، هاي 3 دوزز. كان سابقا يعتقدون أنه هذا تنطي اميونيتي 95%، الدراسات اللي أجريت بآخر 10 سنوات شافوا أنه تنطي فوق 99%، فقالوا بعد ما يحتاج ال 15 الأخيرة. 15 الأخيرة يعني بعد سنة بعد 5 سنوات. هذا البروتوكول اللي كان سابقا اللي احنا لقحنا بينه 01615 اللي هو 5 دوزز، حاليا انتم 3 دوزز اصبحت التوصيات العالميه. فانا انصحكم انه اللي ما ملقح يبدي يلقح، ممكن تزور اي مركز صحي، بس تقلم انه انا طالب في كليه الطب وتنشر الهويه مالك، اعتقد يعني يسهلون امرك مباشره وينطوك اللقاحات، لانه انت تتعامل بالمستشفيات مع اشخاص ما تعرف من اللي عنده هيباتيتس بي وسي. لا تحسب انه المريض اللي عنده هيباتيتس او مرض معدي شيء الكارت بيدو او من بعيد ما يسلم عليك او ما يخليك تضربه بغذاء ما راح يقل لك. يعني يا ما كن واجهنا حالات دخلوا عمليه ذكر انه عنده هذا المرض المعدي، وطبعا احنا لازم نعمل له البي والسي والاتش اي في وبالفحص يجري، وهذاك الوقت سؤال وسؤالين وثلاثة تجوغ من عنده، يلا بالزور يقبل يعترف. طبعا هو واضح انت امامك عندك فحص يعني. نعم صحيح انه العدوى طرق عن طريق البلد، ولكن هذا لا يعني انه انت اذا صار عندك بلد ستينج يعني طخيت ونشكيت بأبرة من مريض في بتاتس بي انه نقل لك العدوى 100%. مع هذا انه النسبة هي قليلة بالانتقال ولكن تبقى خطرة، يعني سطح المكتب ممكن ينقل لك العدوى، اللي هو طبعا ما يعتبر من طرق انتقال العدوى الكبيرة، ولكن حتى هذا ممكن يأثر وينقل لك العدوى. نعم DNA virus with incubation period of 4 to 26 weeks it can withstand extreme of temperature and humidity. يعني يقل لك يبقى على سطح المكتب أكثر من 24 ساعة. إذا شخص خلى مثلا إيده ورجعت جيت انت على الميز الطبيب ممكن تنتقل لك العدوى في هذه الطريقة اللي هي نادرة الحصول، ولكن حتى هذه ممكن تحصل. Diseases طبعا ممكن يعمل لك acute hepatitis, chronic hepatitis, fulminant بالتأكيد hepatitis, enhanced hepatitis D infection مثل ما احنا وشعب الدي. الدي يحتاج دائما للبي، يعني هو بينه مشكلة يحتاج لفد كوفاكتر اللي هو الهيباتيتس بي، فبالبي ممكن تشاهد الدي ايضا. واخيرا واخطر شيء هو هيباتوسيلولار كارسينوما. عدة مشاهدات نشاهدها بالبايوبسي من مريض كرونيك هيباتيتس بي، ولكن الكاركترستيك بطنط باثوجنومونيك، يعني احنا لو شعة بس هي ما تشخيصية 100% للبي. هي هذه الصورة الأمام كما أعتقد الخلايا واضحة، يمكن الهيباتوسايت نشاهد ground glass hepatocyte، يعني هذه الدوائر أو الفقاعات البيضاء، خلينا أشر على واحدة من الخلايا تشبه الزجاج المظلل. كان سابقا الزجاج المظلل في البيوت هو نوع نوعين موجود ولا ما تشعوا، هسه الزجاج المظلل ground glass أصبح يمكن 20-30 نوع. هذه هي الجراند جلاس هيباتوسايت. مثل ما قلنا one of the characteristic changes in chronic hepatitis B but not pathognomonic، يعني هي ليست تحصل في chronic hepatitis B فقط، ولكن ممكن تحصل في أمراض أخرى. IgM against hepatitis B at onset of symptom diagnostic marker طبعا acute infection، وقلنا لكم اكو panel من او profile نسميها hepatitis profile، may persist for life conferring protection، يعطيك immunity مدى الحياة. may persist شوف may، لانه مع ذلك انه ممكن انت تلقح او تاخذ عدوى اولية وما ينطيك full protection. mode of transmission طبعا blood and its product بالتأكيد عن طريق البلد، وكان هو أحد أكبر أسباب انتشار الفيروس عالميا.
انتقاله في عن طريق الدم، إما لم يكن يجرى الفحص أو في الحالات المستعجلة، أو طبعا من الأخطاء الكوادر اللي تعمل في مصارف الدم. وأيضا من المشاكل الأخرى هو عن طريق أجهزة غسل الكلية. صحيح أنه الفلاتر التي تستخدم هي ديسبوزابل وهي ما بها كونتاكت مع البلد، ولكن من الستينج الأبر مع الأسف واحدة من أسوأ العادات. طبعا سابقا كانت السرنج اللي تستخدم النيدل بزرق الأبر، تعرفون أنتم حتى بالعيادات الخارجية أو التمريضية، هي كانت واحدة تعقم في الماء المغلي، فهذا ما كان يقتل الفيروس. هاي واحدة من الطرق الانتقال. الطريقة الأخرى اللي ما زالت لليوم وراح تشاهدوها أنتم من الدواء مستشفيات، بعض الممرضين للأسف يستخدم سرنجة واحدة، مع العلم هو كل التعليمات أنه سرنجات ديسبوزابل، يستخدم مثلا سرنجة واحدة لزرق مريضين ثلاثة أربعة، يستسهل العملية أنه مثلا عنده أبرة، هذا المريض عنده نص، هذا عنده ربع وهذا ربع، فيقول لك المكان ما أسحب وأزدت وأسحب وأزدت، عاد خلي أسحبه كله، أزرق هذا نص بالوريد وهذا ربع وهذا ربع. هذه هي أحد أكبر الأسباب اللي لليوم ما تم القضاء عليها، وأنت مسؤوليتك حقيقة كطبيب حتى لو أول ما تعينت مقيم دوري تتابع هذه القضية. يعني أنت خلي عينك على الكادر اللي ينطي العلاجات، لأن هذه واحدة من الأخطاء اللي يعملوها واللي هي كارثية حقيقة كارثية. بالإضافة إلى الحلاقين طبعا، إذا يستخدمون موس من مريض إلى مريض وصار بليدنج، فممكن هذا ينقل أيضا هيباتايتس. Body fluids أيضا عن طريق السوائل مثل حتى السلايفا، يعني كيسينج، ممكن إذا شخص مصاب قام بتقبيل شخص آخر، ممكن صحيح very small dose of the virus، ولكن هي مذكورة أحد طرق الانتقال. Vertical transmission من المضر إلى النيونيت during birth، لأنه بالبيرث يصير bleeding و contact with blood يصير، and in one to three of cases mode is unknown، يعني انت ما تلقي سبب. مريض ما يذكر، يقول لك انا طول حياتي ما كنت عملت عملية جراحية او انتقل لي دم، فما تلقي السبب، انت ما تلقي السبب. The carrier state is defined by presence of hepatitis B surface antigen in serum for 6 months or longer. قلت لكم اكو surface antigen، اكو core، اكو envelope، هذه تحفظها من الميكروبيولوجي والفيرولوجي على المستقبل، لأنه بالرابع بالخامس راح تستخدمها في تشخيص حالات المريض إذا كان هذا carrier state، إذا كان هذا active or chronic infection. C هو single stranded RNA with incubation period of 2 to 26 weeks. الروت أيضا inoculation. Blood transfusion. طبعا طلع طريقة جديدة لانتقال هذه الفيروسات اللي هي التاتوينج، مراكز وضع الوشم على الجسم أو حاليا في كل الأماكن من وسائل التجميل، فهذه أيضا يستخدمون شيرينج نيدل. طبعا أكيد الأدكت أيضا الأشخاص اللي يتعاطون هذول شيرينج نيدل، يعني نفس الإنجكشن يأخذ أكثر من شخص. سيكجوال انتركورس بالتأكيد يؤدي إلى hepatitis C viral transmission and perinatal خلال يعني في مرحلة الولادة مثل B. الأمراض أيضا acute hepatitis chronic cirrhosis. D اللي تكلمنا عليه وقلنا هو يحتاج للB كعامل مساعد. It is an RNA virus with defective replication causing infection when encapsulated by hepatitis B surface antigen. الدي اللي هو دلتا هيباتيتس arise in two settings: either acute co-infection after exposure to serum containing both D and B، فهذا co-infection. Mild to fulminant hepatitis ممكن تكون الحالة. Chronicity rarely develop بهذه الحالة. Super infection of a chronic carrier، لو كان الشخص هو chronic carrier للB يعني ما co-infection، chronic ومثلا سنة سنتين أو ثلاثة والآن أخذ الدي، فراح يكون أيضا إما mild to severe hepatitis or fulminant، ولكن هنا تحصل chronicity chronic hepatitis
للسيروسز. فإذا كان المريض هو already hepatitis B وأخذ الـ D هذا عرضة لأن يكون chronic hepatitis and cirrhosis. أما إذا أخذ في نفس الوقت الـ chronicity very rarely develops. طبعا هذه من الدراسات يعني. الهيباتيتس اي فيروس single stranded RNA with incubation period of 6 weeks. Waterborne infection affecting young to middle-aged adults. In most cases the disease is self-limiting, يشبه الاي تقريبا. Has a high mortality rate among pregnant women. المورتاليتي ترتفع يعني 20% من البريجننت اذا حصل عندهم يصير عندهم death. حقيقة الفيروس اللي حصل عندنا في 2017 اللي تكلمت عليه كان معظم الفحوصات اللي تيجي الاي نيجاتيف نيجاتيف وهو يعني هايلي سسبيشيوس، فكان عندنا شك في وقت انه ممكن يكون اذر تايبس. يعني على كلام وزارة الصحة انه هي اجرت فحوصات الاي وما كان هو اي، فبقى الكلام انه هو اي ومشونه اي هو سيلف ليميتنج مانو سيلف ليميتنج. ولكن حقيقة انا من الاشخاص اللي عملت في المختبرات في ذلك الوقت هو لم يكن اي. الاي ما متوفر عندنا بالمختبرات، الوزارة اجرت هذه الفحوصات قالت هو ليس بالاي. فاذا كان هو ليس بالاي ونحن انا اكاد اجزم في ذلك الوقت انه لم يكن اي، فيبدو انه كان من الانواع الاخرى اللي قلت لكم اكو اكثر من 5 انواع. بكل الاحوال هو كان سيلف ليميتد ولكن كان اكو مورتاليتي يعني في مدينه الموصل. انا اتذكر 2 من الاشخاص ماتوا في ذاك الوقت، ولكن عدد اللي اصيبوا ايضا عدد كبير، يعني العدد يقارب انه ربع سكان المدينه. ماكو عائله تقريبا ما صار عنده 1 أو 2، وقامت عائله تزور عائله من يصير عنده تقل انتم صوتكم وجبت من العدوى وانتم قعدتوا ابو صفاء، وتعرف الناس تخبي يعني الإصابة ما تقول. هو هسه عنده كورونا وما يقول، فكيف هيباتيتس وما يقولون. نعم هذا كان ما يخص الفيرال هيباتيتس. نتكلم عن الأوتو أميون هيباتيتس. هيستولوجي سيميلر تو ذوس اوف كرونيك فيرال. إذا تجي تفحص الهيستولوجي هو نفس الكرونيك فيرال هيباتيتس، أكو انفلاماتوري سيل انفلتريشن، فماكو شيء سبيسيفيك. May run an indolent or severe course. إما يكون الكورس ماله indolent يعني مثل الضعيف خامل، or severe course أو يصير عندك severe hepatitis. أحتاج حتى أشخص الأوتوميون عدة أشياء لازم موجودة عند المريض. الفيتشر أولا female predominance، يعني إذا جتني female مع باقي الأشياء راح أفكر بالأوتوميون أكثر من الأسباب الأخرى. عادة ان autoimmune disease أكثر بالفيميل. Absence of viral serological markers. مريض عملت له البروفايل viral screen ما لقيت عنده لا الأي لا البي لا السي. التايتر مال IgG in general high بالسيرم. الأوتوانتيبادي high. Absence of mitochondrial antibody اللي تستبعد باقي أمراض الهيباتيتس. تنطي المريض trial of immune therapy مثلا ستيرويد خلينا نقول، او اكو immune suppressor agent، تشوف انه المريض يستجيب للعلاج. اذا كل هذه الباراميتر تدلك على انه هذا المريض هو autoimmune hepatitis. العفو دكتور، بس ال absence of mitochondrial antibodies على ايش تدل؟ تدل على باقي الانواع. هسه راح نجيها باقي انواع الهيباتيتس، ما يعني ما الفيرال ولا البكتيريال ولا هسه راح تجيك راح تجيك. نعم الاوتو اميون هيباتيتس لانه انت عندك بانل من الانتي ميتوكوندريا الانتي دي ان اي اللي هذول مثل بالسيستميك لوبس إريثيماتوسيس داء الذئب الاحمراريه، عندك جروب اوف disease that cause hepatitis as one of systemic affection. يعني بعض الأمراض هي systemic تصيب ما بس الليفر تصيب باقي الأعضاء، فشلون أشخصها؟ شوية صعب التشخيص مالتها عن طريق ماركرز موجودة. زين هاي الأوتوميون هيباتيتس 60% have other form of autoimmune disease. يعني من النقاط الأخرى اللي تساعدك على التشخيص أنه المريض أكثر من نصف المرضى عنده other autoimmune،
يعني إما عنده type 1 diabetes mellitus، عنده Hashimoto thyroiditis، عنده Addison disease، أي مرض من الأمراض الـ multiple sclerosis، systemic sclerosis، يعني أي مرض من الأمراض الأوتوأميون الـ SLE هسه اللي ذكرناها أيضا موجودة عنده، فأنت ممكن هذا يساعدك طبعا بالتشخيص. 40% with untreated disease die within 6 months of diagnosis. إذا ما عالجت المريض خلال 6 أشهر تقريبا نصف المرضى راح يموتون. و 40% of survivor develop cirrhosis، الأشخاص اللي راح ينجون هم تقريبا نصفهم راح يصير عندهم cirrhosis. ذكرنا drug induced liver disease or hepatitis. طبعا المورفولوجيكال تشينجز اللي ممكن تشاهدها تدلك بطريقه او باخرى، صعب تشخيص طبعا لدرجه اذا ما كان عندك هيستوري اوف انجستشن، هيباتوسايت نيكروسيس، شوف انا ديث اوف ذا هيباتوسايت، كوليستاسيس، كرونيك هيباتايتس، اند مايكرو اند ماكرو فيزيكولار ستياتوسيس. هاي بعض المشاهدات اللي ايضا هي نون سبيسيفيك for drug and toxin induced liver disease. النوع الرابع والأخير اللي قلنا هو alcohol liver disease. The pathogenesis short term ingestion of up to 80 milligrams of alcohol over 1 to several days cause mild reversible fat change. لحد التركيز الثمانين اللي هو لا زال الشخص خلينا نقول بوعاته يعني يوعي still conscious، يعمل شوية excitation، يعمل نشوة لدى الشخص اللي يأخذ الكحول بهذه التراكيز، إذا كان يأخذ 40 50 60 ميلي جرام هذه ممكن reversible fatty changes. Daily intake of 80 ميلي جرام or more produce severe hepatic injury and only 15% develop cirrhosis. حقيقة حتى هو هذا الرقم يستخدم في قياس نسبة الخمر أو السكر في الدم في معظم الدول الغربية. الشخص إذا كان تركيز الكحول عنده أكثر من 80 ميلي جرام يعتبر أنه هذا يقود في السيارة وهو مخالف، يستحق عليها غرامات وإلى آخره. اللي أقل من هذا الرقم يعتبرونه أنه ممكن يبقى صاحي وما يعمل مشاكل، بس طبعا هذا يعتمد من شخص الى اخر. يعني بعض الاشخاص كان توليريت مور اند مور ذان ذيس نمبر، يعني اكو بعض الاشخاص اللي هم كرونيك الكحول الكحوليكس او الكحوليزم، ولو هسه التسميه تغيرت يعني لازم تقول الكحول مسيوز، اصبحت نوع من انواع التنمر، يستحمل الى حد 300 400 بل الى 700 حتى 700 ملي جرام بير ديسيليتر. يعني هو يقدر في جلسة واحدة أنه يشرب 30 أو 40 بطل من الفودكا أو العرق اللي هو ذات تراكيز عالية من الكحول. في حين الشخص اللي ما متعود ممكن تركيز 30 أو 40% وتبدأ عنده أعراض كبيرة. Women are more prone to injury than men, maybe due to genetic susceptibility. clinical feature طبعا ممكن ستياتوسيس، يعني يجي المريض عنده فاتي ليفر فقط، or acute hepatitis اما minimal or to fulminant hepatitis and may lead to cirrhosis of course with chronicity. الهيباتوسايت بعض التشينجز اللي ممكن تدلني على الالكوهوليك ولكن ايضا هي not pathognomonic. يصير هيباتوسايت سويلينج نسميها بالونينج، يعني تنتفخ مثل البالونة، due to accumulation of fat and water and cell necrosis. أشاهد ممكن Mallory's body اللي هي characteristic eosinophilic cytoplasmic inclusion، يعني بالسيتوبلازم أشاهد inclusion bodies اللي هي لون eosinophilic، يعني لونها من تدرجات اللون الأحمر الأورانج، ولكن ايضا هذه not specific for alcoholic. neutrophilic reaction تجمع للنيوتروفيل حوالين البورتال ترايل and fibrosis واشاهد تليفات. هذه هي المشاهدات المورفولوجيكال
باي مايكروسكوب اللي ممكن تدلني على انه هذا الشخص هو الهيباتيتس ماله سبب الكحوليك هيباتيتس، ولكن هي ليست التشخيص النهائي. التشخيص النهائي يعتمد على جود هيستوري، نيجاتيف سيرولوجيكال تيست، نيجاتيف ايميونولوجيكال تيست. واحد ما ياخذ دراكس الاميونولوجي مالته ما عنده التيست كله طلعت نيجاتيف، السيرولوجي مال هيباتيتس الفايرال طلعت نيجاتيف وهو الكحوليك، مع وجود هذه بعض التشينجز اللي هي كاركترستكس بس نوت سبيسيفيك، ممكن انا اقدر اشخص انه هذا المريض عنده الكحوليك هيباتيتس. طبعا جروسلي الليفر يكون يلو تو تان فاتي اند لارج بالتاكيد. حقيقة أنا في بعض الأحيان في شاهدة ليفر لمريض الكحوليك هو كان وزنه 3 كيلوات و700 غرام، بس هو heavy chronic يعني drunken. Eventually it becomes brown, shrinking and non-fatty and granular. First micronodular then macronodular cirrhosis. طبعا هذا انت في مرحلة نمو وبعده هيباتيتس فقط كان enlarged، ولكن لو وصل الى مرحلة السيروسيس راح ننفاتي لان يتحول الى، تذكروا بداية المحاضرة قلنا fibrous nodule ويصير micronodular ثم يتحول الى macronodular cirrhosis. Histologically راح يصير fibrous septa become thicker and extend through sinusoid. تتكون الريجنراتيف نوديول with interrupt hepatocyte affecting entire liver. يعني أصبح سيروسيس يشبه كل أنواع السيروسيس إذا كان سببه viral or autoimmune or drug and lastly الكحول. هذه صورة لليفر ستياتوسيس الفاتي ليفر. هذه الكحوليك هيباتيتس نيوتروفيل، شاهد هذه كلها نيوتروفيل مؤشر السهم. وإذا عملنا السبيشال ستين اللي هي الماسود ستين شاهد المالوريس بادي. صار عندي ميتابوليك ليفر ديزيز ممكن يكون inherited or acquired. الهيموكروماتوسيس excessive accumulation of body iron mostly in the liver and in the pancreas أكثر مكانتين، ممكن حتى بالهارت بالسكين. التايب primary اكو genetic defect causing excessive iron absorption، تأخذ الحديد من الطعام انت تمتص جزء منه والباقي تطرحه، فهذا المريض راح يمتص غالبيته. secondary اللي هو أكثر ومور كمان parenteral administration of iron، الأشخاص اللي يأخذون مثلا مرضى الثلاسيميا يأخذ دم بتكرار، فهذا الدم بينه آيرن، الآيرن راح يتجمع ويعمل لي secondary hemochromatosis. The primary autosomal recessive due to excessive intestinal absorption of iron. The age between 40 and 50 with male بينه predominance 5-7-1. Fully developed cases إذا كانت clinical picture واضحة. أكو micronodular cirrhosis، المريض عنده diabetes mellitus لأنه البنكرياس راح تتأذى، وسكين بيجمنتيشن يكون السكين مالته لونه غامق نتيجة ترسبات الحديد. excessive iron is directly toxic to host tissue. هذا هو الهيموكروماتوسيس، يعني انت تشاهد ليفر بايوبسي هذه النقاط اعتقد واضحة الاضخاط اللي لونه براون. طبعا هي ممكن تكون iron وممكن تكون lipofuscin مثلا اللي هي من الصبغات الأخرى نتيجة الايجينج، حتى تشخص ايرون وتفرق عن باقي الصبغات تعمل سبيشالستين اللي هي في كل الاماكن نفسها راشن بلو وليس بروشين، راشن بلو ستين. هذا الستين اذا كان طبعا من الاسم يا بلو معناته البوزيتيف هو بلو، اذا كان حديد هذه اللطخات اللي لونها باللون براون في النورمال هيستوباثولوجيكال ايج اند اي سلايد هذا السابق، اذا كانت حديد راح تظهر لك بعد الصبغه باللون الازرق، لو كانت مثلا لايبوفوشين او اذر بيجمنت راح تظهر بلون احمر او بالوان اخرى. اذا بما انه ظهرت بلون البلو اذا هذا ايرون، فالمريض عنده هيموكروماتوسيس.
secondary hemochromatosis طبعا ماسك منكوز هو repeated blood transfusion مثل ما قلت لكم خصوصا مرضى الهيموليتيك انيميا وبعض امراض increased intestinal absorption. تكلمنا عن الويلسون ديزيز من ذكرنا الاسباب البدايه فهو autosomal recessive accumulation of toxic levels of copper in many tissue. بالليفر يعمل fatty change, hepatitis, يعمل massive necrosis, cirrhosis. بالبرين يعمل لك دمج للبيسل جانجليا. وبالآي من تفحص لسه بالثالث وبالرابع يقول لك اشني الاشياء اللي ممكن تبحث عنها بالآي. فخلي بالك كيسر فيشر رينج اذا تريد اشع صورته بالانترنت. Decrease in the serum level of ceruloplasmin اللي هو الكبر binding بروتين. ما موجود هذا الناقل مال الكبر فراح يترسب عندك في هذه الاماكن. اللي يهمنا اليوم هو بالليفر يعمل لي fatty changes, يعمل لي hepatitis, cirrhosis. Clinically هو rare before the age of 6 years. Acute or chronic liver disease and neuropsychiatric مثل ما قلنا manifestation. الالفا 1 antitrypsin هو autosomal recessive. Morphologically الهيباتوسايت show eosinophilic cytoplasmic inclusion وفاتي changes. شوف مالوري بدي مرة أخرى ظهرت عندنا قبل شوية أخذناها بالألكحول ولهذا قلنا هي نان سبيسيفيك. طبعا كلينيت ممكن هيباتيتس أو جوندس بالأدوليسنت هيباتيتس أو سيروسيز وبالأدلت سيروسيز أو شوف أشقل ما يكبر العمر أشقل ما يصير حتى ليفر سير كارسينوما. شكرا جزيلا إذا لكم. إذا عندكم أي سؤال تفضل سألوني. إذا معكم سؤال خذوا راحتكم.